وحول هذا الموضوع ينضم على مراسلنا محمد فراس من البرلمان. محمد، هل ستعقد الجلسة أم لا؟ نعم، نحن الآن في مجلس النواب منذ الصباح، وإلى الآن لم تتضح معالم الجلسة لا لتأجيل ولا حتى أجراس دعوة أو لدعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة. إلى الآن الجلسة لم تعقد، الأسباب التي تعود لربما إلى الاجتماعات المستمرة وتارة أخرى إلى عدم حضور كافي بحسب رؤية رئيس مجلس النواب، لكن إلى الآن لم يقرع الجرس لمعرفة إن كان هنالك حضور لاكتمال النصاب. نتحدث عن أهم قانون اليوم في جدول أعمال جلسة هذا اليوم، والذي سلطت عليه جميع الأنظار، هو تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي عليه لغط كبير. هذا القانون الذي أدرج بحسب حديث اللجنة القانونية لقراءتين دون تصويت اللجنة القانونية. تحدث لي أحد نواب اللجنة القانونية مؤكدا أن القانون في قراءته الأولى أدرج ضمن صلاحية رئيس مجلس النواب دون التصويت عليه داخل اللجنة القانونية، وتكرر الحال أيضا في هذا اليوم وفي هذا الإدراج الذي أدرج دون تصويت اللجنة القانونية بالإجماع لإضافته إلى أو لتقديمه إلى الرئاسة ومن ثم الإضافة إلى جدول الأعمال. هذا اتبع صلاحية رئيس مجلس النواب الإنابة في إضافته دون الرجوع إلى تصويت اللجنة القانونية بالأغلبية. هنالك حديث يدور حول هذا القانون في إضافة تعديلات إلى ما قدم من مسودة. نتحدث عن قراءة ثانية وهي القراءة الأهم التي تدرج فيها الإضافات والملاحظات، ويكون هنالك استماع لآراء النواب المعترضين من ناحية اعتراضاتهم وجزئية الاعتراضات إلى أين وجهت وعلى أي نقطة تحديدا. هنالك نقاط خلافية أهمها موضوعة الحضانة التي يعني أثارت الكثير من التساؤلات والكثير من الاعتراضات، أن تكون الحضانة لمن، والمقترح الذي أضيف اليوم أن تكون يعني إحدى المقترحات التي ستطرح لربما في جلسة هذا اليوم هي أن تكون الحضانة أول 7 سنوات إلى الأم وبعدها تتحول إلى الأب. ونواب يتحدثون عن أن هنالك أو وجوب إضافة حضانة بالتساوي بين الأب والأم، بالتالي سيحسم جميع هذه الملاحظات وجميع النقاط التي ستدرج كمقترحات في جدول هذا اليوم ستحسم عن طريق الجلسة النيابية التي من المفترض أنها تعقد في هذا اليوم. الجلسة التي ستحدد أو ستحدد النقاط التي ستأخذ أو سيأخذ بها مجلس النواب من ناحية قبول الملاحظات ورفض الملاحظات الأخرى، سيعود هذا الأمر أيضا الاكتمال النصاب أو اكتمال النصاب القانوني للنواب لعقد الجلسة مبدئيا، وأيضا من هم المصوتين على أي ملاحظة ستدرج ضمن هذا القانون. إذن القانون ما زال في مرحلة المناقشة وفي مرحلة طيب القانون محمد هذا الذي أثير الملاحظات. نعم، أثير اللغط به خاصة قانون الأحوال الشخصية والقراءة الثانية للمادة 12. هل الاكتمال سيكون اكتمال النصاب بالنسبة للجنة القانونية، لجنة المرأة والطفولة؟ يعني وإذا أيضا حذرت الأمم المتحدة من هذا القانون الذي يسرق طفولة العراق، هل هناك إضافة ستكون داخل القراءة الثانية بتعديله؟ نعم، في حال عقدت الجلسة ستتضح جميع أو ستتضح الملامح بصورة كاملة. إلى الآن هنالك ومضات تصل لنا من النواب في من هم المعترضين، في أي لجنة ستكون معترضة وستكون حاضرة، من هي اللجان التي لربما ستغيب، الكتل التي هي تؤيد، الكتل المعارضة، هنالك انقسامات حتى داخل الكتل النيابية ذاتها. هنالك نواب داخل كتلة معينة معترض جهة، يعني عدد منهم معترض وعدد الآخر رافض لهذا القانون جملة وتفصيلة. هنالك كتل منهم معترض أيضا جملة وتفصيلة، ومنهم من يريد أن يضيف ملاحظات، وإن قبلت ملاحظاته سيمضي بالتصويت. إذن القانون ما زال اللغط قائم عليه، لا توجد هنالك صورة واضحة إلى غاية الآن بسبب تأخر عقد الجلسة. لو عقدت الجلسة قبل ساعة أو ساعتين هي كان المفترض أن تعقد في تمام الساعة الواحدة، وكما سرت العادة أن يقرع الجرس ويعلن عن تأجيل الجلسة لنصف ساعة، حتى الأجراس إلى الآن لم تقرع، لم يؤذن أو لم يطلب من النواب الدخول إلى قاعة الجلسة. إذن هنالك إلى الآن ضبابية حول سير هذه الجلسة وسير القراءة الثانية. نتحدث عن قراءة مهمة جدا، إن مضت فسيكون أمام القانون فقط لمسات أخيرة وتصويت.
قراءة من الممكن أن تكون فيصل أمام تعديل قانون أحوال شخصية هو مرفوض من غالبية الشارع العراقي. هنالك رفض كبير لهذا القانون، لهذا التعديل عفوا، ودعوات لإبقاء القانون القديم. وهنالك أيضا قسم يطالب بأن تكون هنالك مقبولية للقانون بصيغة تكون مقبولة من الجميع، تكون داخل فلترة وصياغة توالم الجميع ويكون مقبولة من جميع الأطراف. إلى الآن هي مقترحات، هي مناقشات، هي آراء، لم تصل إلى مرحلة التصويت ما إن لم تنتهي القراءة الثانية وتقبل جميع الملاحظات وتؤخذ الملاحظات على أساس أغلبية النواب. هذه بالنسبة للأحوال الشخصية، كما ذكرت أنه يعني محمد أحد أعضاء اللجنة القانونية، لكن أيضا مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان، لجنة الشهداء، الضحايا، السجناء السياسيين، هل بالفعل النواب متواجدين حول هذا القانون المهم أيضا؟ نعم، قانون بالغ الأهمية، له من الأهمية ما يستدعي الحضور الفعلي لأعضاء مجلس النواب. هي حقيقة في الفقرة الرابعة، المادة الرابعة ضمن جدول أعمال هذا اليوم، وهي قراءة أولى، بالتالي ستكون لربما مرونة كبيرة لطرح هذا القانون ومقبولية لطرح هذا القانون، سيما أن الجميع ينادي به ويبحث عن تشريع هذا القانون. بالتالي القراءة الأولى غالبا وفي العديد من القوانين لا تشهد، حتى سيما القوانين التي لها مقبولية لا تشهد هنالك لغط كبير، بالتالي ستمضي لربما القراءة الأولى ومن ثم ستكون هنالك في القراءة الثانية المداخلات والملاحظات والتعديلات إن كان يستوجب ويستدعي التعديلات. بالتالي المؤشرات اليوم تدل على وتشير إلى أن القانون سيقرأ لربما قراءة أولى أن عقدت الجلسة. نتحدث عن جلسة إلى الآن لم تتضح بسبب عدم دعوة الرئيس بالإنابة إلى النواب الدخول، بالتالي دعوات كثيرة وكبيرة من العديد من قبل العديد من أعضاء مجلس النواب لتمضية هذا القانون، سيما أن هنالك الكثير من تعرضوا للاختفاء القسري، وبالتالي يستوجب الحضور الفعلي والهمة لإقراره وتشريعه في مجلس النواب. نعم، يعني ستكون معنا خلال الساعات المقبلة محمد فراس من داخل مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.